بارك الله بكم وشكر الله وسلم. والحمد لله رب العالمين أن افتتحنا هذا المركز لنشر علوم القرآن والقراءات واللغة العربية والحديث والتوحيد والعقيدة والتفسير. نبدأ بالكلام، نقول إن العلم علمان: علم شرعي وعلم مادي. العلم المادي المقصود منه إصلاح الدنيا والناس، إصلاح الدنيا والناس والدفاع عن الأمة، نعم، حتى لا تكون الأمة ضعيفة، عليها أن تكون مسلحة، تتسلح بالعلم المادي. أما العلم الشرعي فالمقصود منه إصلاح الآخرة، إصلاح العقيدة، إصلاح العبادة والمعاملة. نعم، إصلاح العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كثير من الناس لا يعرفون معناها أو يرتكبون منافيا لها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عقيدة التوحيد، توحيد الألوهية، الله سبحانه وتعالى. عقيدتنا عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. علينا أن نتعلمها، علينا أن نتعلم عقيدتنا، العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف من الأمة، وننبذ كل ما عداها من عقائد جاءت إلينا من كلام الفلاسفة. نعم، بالنسبة للعقيدة، كم من مسلم يعيش 70 عاما ويموت وهو لا يعرف عقيدته، لا يعرف صفات ربه، لا يعرف. وإنما أقول كما قالوا، سمعتهم يقولون فقلت كما قالوا. هذا بالنسبة للعقيدة. بالنسبة للصلاة أيضا، كم من مصل يصلي ويرتكب منافيا للصلاة أو ما يبطل الصلاة أو ما ينقص الأجر وهو لا يدري. وكذلك بالنسبة للزكاة والحج، نعم، وبالنسبة للجهاد أيضا والحدود والمعاملات، كم من مسلم يظن نفسه يجاهد في سبيل الله ولا يدري أن هذا إنما هو باطل وليس بجهاد، وعليه طاعة ولي الأمر في المعروف، نعم، ولا يخرج ولا يشعل الفتن هنا وهناك. وكل ما حصل من خراب سببه جهل الناس بالعلم الشرعي، علوم التوحيد وعلوم العبادة والمعاملات والحدود والجهاد. لا يعرف حدثاء أسنان. إذن علينا باتباع العلماء الراسخين الربانيين ونبذ هذه الأشياء التي جاءت إلينا من الشرق ومن الغرب، أفكار تدعو إلى خلع ولي الأمر أو تدعو إلى خلع الطاعة وإشعال الفتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان العلم بيننا ما فعلنا هذا، لكن اتبعنا حدثاء الأسنان، اتبعنا الجاهلين والعياذ بالله. بالنسبة للعلم، العلم الذي يصحح العقيدة، يصحح العبادة ويصحح المعاملة. تصحيح عندنا الآن هنا، نهتم بهذا المركز بتصحيح القرآن. تصحيح القرآن من أهم الأشياء التي ينبغي علينا أن نعتني بتصحيحها. تلاوة القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذي يقرأ ويصحف ويحرف ويسقط كلمة أو يسقط حركة، أو هل هذا يتلوه حق تلاوته؟ لا بد من تصحيح التلاوة. أولئك يؤمنون به ومن يكفر فأولئك هم ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. علينا بتصحيح التلاوة. إذن منهجنا تصحيح التلاوة، تصحيح القراءة، نقل القراءة بالسند العالي إلى جميع المسلمين. نعم، وأيضا مذهبنا ومنهجنا في القراءة أننا
نعطي الطالب حقه، فيأتي الطالب يقرأ إذا كان قويا متمكنا يختم في 4 أشهر قراءة عاصي، ويختم في السنة القراءات 10. نعم، لا نحتفظ بالطالب نغلق عليه الباب نقول ابقى عندنا 2 سنين و3 و4، لا لا، طالب مجتهد يستطيع أن يقرأ فليقرأ، لا نتمسك به حتى والله يأتينا منه، لا لا، فقط هو يقرأ ويتلو ويختم ويجيزه والحمد لله رب العالمين. هذا للقوي لمتمكن، والضعيف أيضا نقبله ونصححه له ونكون معه، نعم، حتى يختم حتى يتحسن، وهذا نجده كثيرا يعني. طبعا بالنسبة للعلوم الأخرى أيضا نهتم أن لا يتكلم الإنسان هنا إلا باللغة العربية.